مدرسة سنابل للتربية الخاصة بتهتم بالأطفال ذوي الإعاقة العقلية، بنستقبل الأطفال من سن 3 سنوات لسن 15 سنة. الإعاقات اللي بيعانوا منها الأطفال تدني في القدرات العقلية بسيط ومتوسط وشديد، أطفال التوحد اللي هي الاضطرابات النمائية، مجموعة من أطفال صعوبات التعلم، بطء التعلم، تأخر اللغة، في عنا برضو مجموعة من أطفال الداون وأطفال شلل دماغي قابلين للتعلم. الإغاثة الإسلامية عبر العالم، مكتب غزة، هي من المؤسسات الفاعلة جدا في قطاع غزة والمؤثرة، وقدمت لنا مساعدات كبيرة جدا ونقلت المدرسة نقلة نوعية سواء في الأداء أو في التجهيزات. في المشروع الأخير الحمد لله المدرسة حصلت على مشروع رائع جدا من مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبر العالم. أول شيء عملوا لنا معرش لأطفال المدرسة، وكانوا سواء بالشتاء أو بالصيف، يعني كانوا الحر الشديد أو المطر كان بيمنعهم إنهم ياخذوا حقهم في اللعب في الساحة الخارجية. تم تجهيز غرفة علاج طبيعي وظيفي بأحدث الأجهزة على أساس أنه إحنا نقدر نقدم هذه الخدمة للأطفال بصورة ممتازة. تم تجهيز غرفتين لعلاج مشاكل النطق والكلام بكل ما يلزم. تم تجهيز غرف صفية، تجهيز أرفف للمكتبات. المبلغ اللي تم تقديمه بسيط، أو يعني خلينا نقول بالنسبة للمشاريع الكبيرة هو قليل، لكن حقق بالنسبة إلنا إنجاز كبير جدا. قدرنا نرتقي بالمدرسة وتزيد نسبة الخدمات للأطفال، وظهر هذا واضح على أولياء الأمور اللي إجوا شافوا المدرسة بعد هذه التجهيزات، وإعجابهم بالأجهزة والأداء لأطفالهم تغير، وأيضا الأطفال بدأ التحسن واضح عليهم من خلال الوسائل التعليمية والأجهزة اللي تم تجهيزها للأطفال، وأصبحوا يعني خلينا نقول في تحسن ملموس بالنسبة لقبل. نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة الإغاثة الإسلامية عبر العالم ومؤسسة واقف باسم جمعية الرعاية والارتقاء الفلسطينية فجر.